من أجل بناء مجتمع واع قائم على دمج فئات المجتمع، نظم مركز التدخل المبكر صباح اليوم فعالية طفولة الثون بالتزامن مع ذكرى الافتتاح الرسمي للمركز الذي يعد الأول من نوعه بالمنطقة منذ عام 1994، وذلك في واجهة المجاز المائية بمشاركة عدد من المدارس والروضات، على أن تستمر الفعاليات لغاية 29 من نوفمبر الجاري. كل عام بيكون عندنا فعالية أسبوع التدخل المبكر. هاي الفعالية بنركز فيها على أهمية التدخل المبكر والاكتشاف المبكر للإعاقة وأطفال التأخر النمائي أو المعرضين لخطر التأخر. في هذا العام انطلقت الفعاليات تحت شعار طفولة ثون. طفولة ثون ترمز إلى أنه لدى المركز إيمان كثير قوي بأنه السنوات الخمس الأولى من عمر الطفل هي مرحلة حرجة جداً، فهذا بضعنا في سباق تحدي كبير. فعاليتنا الهدف منها أنه نحاول بكل قوتنا ننتقل في الطفل من مرحلة الاكتشاف والتدخل المبكر والخدمات اللي رح نقدمها للمجتمع، ليكون مجتمع يتقبل المجتمع، يكون مجتمع واعي خالي من الحواجز لأطفالنا من ذوي الإعاقة. تركز فعالية الأسبوع خلال هذا العام على تفعيل احتواء الأطفال من ذوي الإعاقة في المجتمع ومواكبة أحدث الممارسات العالمية التي تنادي بتقديم خدمات التدخل المبكر للأطفال في بيئتهم الطبيعية ووسط أقرانهم من غير ذوي الإعاقة. اليوم جيت لأشارك في مشروع طفولة ثون لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. أنا جاي أشترك في سباق طفولة ثون. أنا أشترك عشان يكون يوم حلو ومليء بالمتعة والفرح. مشارك مع مركز التدخل المبكر ماراثون تحدي أطفال الثون بواجهة المجازر المائية. الفعالية عجبتني وحشارك كمان بالماراثون. طفولة ثون تظاهرة طفولية تسعى في المقام الأول إلى التأكيد على حق الطفل في إشباع احتياجه النفسي والاجتماعي للاندماج مع أقرانه وتحفيز روح المشاركة لديه، إضافة إلى تقبله للآخر مهما كان مختلفاً عنه.